بعد غياب دام 24 عاما يعود المنتخب الجزائري للمشاركة في نهائيات كأس العالم ممثلا وحيدا للعرب في بلاد مانديلا، ويحمل محاربو الصحراء بمفردهم آمال وطموحات راية كرة القدم العربية والملايين من عشاق الساحرة المستديرة بالوطن العربي. المنتخب الجزائري الذي يتأهل للمرة الثالثة في تاريخه بعد أن أبهر فريق ماجر عام 1982 العالم في بطولة العالم التي أقيمت على الملاعب الإسبانية، سجل مشاركته الثانية مباشرة في بطولة عام 1986 في المكسيك، ومن وقتها غاب المنتخب الجزائري عن البطولة مدة زادت عن العقدين من الزمن قبل أن يضرب محاربو الصحراء موعدا جديدا في القارة السمراء، ويعود الأمل بتحقيق إنجاز حقيقي لكرة القدم العربية يتعدى ما حققه ثعالب الصحراء في مونديال إسبانيا عام 1982. وذلك عندما فجر الفريق في تلك البطولة مفاجأة من العيار الثقيل بالفوز على منتخب ألمانيا الغربية العنيد بهدفين لهدف. سفير العرب الوحيد في جنوب إفريقيا يرفع راية التحدي عاليا من خلال مجموعته غير السهلة وغير الصعبة في ذات الوقت، مجموعة تضم المنتخب الإنجليزي المدجج بالنجوم وكابيلو الخبير القادم إلى إفريقيا وعيونه شاخصة لتحقيق كأس العالم، إضافة إلى المنتخب الأمريكي الفتي الساعي لتأكيد تطور كرة القدم في بلاد الأنكل سام بعد أن حقق المفاجأة في النسخة الأخيرة من كأس القارات. أما الفريق الرابع في المجموعة فهو الفريق السلوفيني الطامح إلى أن يكون الحصان الأسود في مجموعته. أبناء رابح سعدان يملكون فرصا عالية في الوصول إلى الأدوار التالية إذا ما تحلوا بروح محاربي الصحراء المعروفين بها، على الرغم من تأهلهم الصعب إلى النهائيات.